بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وزملائي النقباء، نقباء العرب الحاضرين، نتوجه في هذا المشهد المهيب بغاية التقدير والإعجاب لنقيب النقباء في مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الأخ الصديق سامح عاشور، كل التحية والتقدير. وأيضا لابد أن العرفان لهذه الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر العام لمحامي مصر الذين يشكلون على مستوى العالم العربي رافعة قوية ومقتدرة على المستوى القانوني وعلى مستوى الدفاع في القضايا العامة وفي القضايا الحقوقية. إنها مصر، مصر التي أنجبت كبار المحامين، مصر التي أنجبت فكرة المحاماة منذ ما قبل الميلاد، التي أنجبت نقابة المحامين في مصر للدفاع عن شعب مصر وعن حق مصر وعن قضايا مصر وعن قضايا الأمة العربية. أيتها الزميلات، أيها الزملاء، نعم إنه لإنجاز عظيم، إنجاز تتفرد فيه نقابة مصر وتتقدم عن سواه بفعل رجال كبار أعطوا معاني للنضال والدفاع عن حرية المحامي، عن كرامة المحامي، عن استقلال المحامي، عن سيادة القانون. مصر نقابة المحامين استطاعت على مدى من العصور وعلى مدى من العقود أن تقدم الكثير الكثير من أجل الكرامة الإنسانية ومن أجل كرامة المحامين. من عام 1912 إلى 83 إلى هذا العام، هذا العام المثقل بالنجاحات، هذا العام المثقل بالإنجازات، إنها إنجازات عظيمة بفعل العظماء. العظماء أنتم وبقيادة رجل عظيم ونقابة عظيمة، أعني نقابة المحامين في مصر وعلى رأسها نقيب محامين مصر. هذا الرجل الذي عرفناه منذ أكثر من 20 عاما، الذي عرف كيف يدافع عن الحق ليس بالمعنى الخاص، كيف وعرف كيف يدافع عن قضايا الأمة وعن قضية فلسطين، تلك القضية المركزية المحورية على مستوى الأمة العربية. هذا الرجل النموذج لا أريد أن أشهد أمامكم إلا بما أعرف. هذا الرجل الذي أعطى معاني ومقاصد الدفاع عن الإنسان، عن كرامة المحاماة، فمبارك لكم. هذا الإنجاز
الذي تتفرد فيه نقابة مصر بأن يكون استقلالها وأن تتشارك مع القضاء في تحقيق العدالة وفي الدفاع عن الحق. نعم، إنجاز عظيم أن يدخل ذلك في الدستور المصري، لهو عمل فريد لرجال فرادى أرادوا من ذلك نموذجا لنقاباتنا العربية. سنحتذي بذلك لأننا نحن جسم واحد لشعب واحد، شعب عربي من خلالهم بثقت المحاماة ومن خلالهم بثقت الكرامة. فبركتم جميعا ونجاحكم كبير في هذا المؤتمر، نضالكم طويل ونحن أيضا من خلالكم نسعى. فمبارك مجددا لنقابة مصر ولمحامي مصر وأيضا لجميع المحامين في العالم العربي. سدد الله خطاكم والسلام عليكم.